أهلا بكم نشرة الأخبار من يو تي في. هذا أبرز ما فيها. وزارة الخارجية تسلم البعثة البريطانية مذكرة احتجاج على تصريحات السفير هيتشن بشأن تهديدات الميليشيات والسلاح المنفلت. بيان رسمي يعدها مسا بالأمن والسياسة وصورة قاتمة عن العراق. جدل وجود المقاتلين الأمريكان في العراق يحاصر الحقيقة بوابل من الأسئلة. واشنطن ترفع نبرة التصريحات عن زيادة القوات عبر الشرق الأوسط. وجدولة بغداد لانسحاب المستشارين تتخربط. أهلا بكم إلى تفاصيل. استدعت وزارة الخارجية القائمة بأعمال السفارة البريطانية في العراق روث كوفردال إثر تصريحات أدلى بها سفير لندن لدى بغداد ستيفن هيتشن المتواجد حاليا خارج البلاد. بيان الوزارة ذكر أنه تم تسليم كوفردال مذكرة احتجاج إثر تصريحات هيتشن التي مست بمضمونها الشأن الأمني والسياسي بشكل يعكس صورة قاتمة عن العراق حكومة ومكونات بحسب وصف البيان الذي عد ذلك تدخلا في الشأن الداخلي وخروجا عن المهام الدبلوماسية المنوطة بالسفير. وكان هيتشن قال في حديث صحفي أن الميليشيات الخارجة عن نطاق الدولة تعد مشكلة دولية وقد تورط العراق، مؤكدا أن الشركات البريطانية تواجه مشكلة السلاح المنفلت، كما أشار إلى تعرضه للتهديدات مستمرة من تلك الميليشيات وحذر البريطانيين من السياحة في البلاد. سجال سحب القوات الأمريكية من العراق يحاصر بوابل من الأسئلة عن مضامين جولات الحوار الأمني بين بغداد وواشنطن. فبينما تؤكد الخارجية العراقية إدراج إنهاء وجود المستشارين العسكريين في الحوارات المشتركة، يتحدث البنتاغون عن زيادة عدد قواته في المنطقة. تفاصيل في هذا التقرير. في زاوية حرجة تنحصر الدبلوماسية العراقية وتصطدم بالتصريحات الأمريكية حول استمرار وجود قوات الولايات المتحدة القتالية بل وزيادة عددها في المنطقة، فيما تحاول بغداد موازنة المواقف عبر وصف تلك التصريحات بغير الدقيقة وإعلان تأجيل جدولة انسحاب المستشارين العسكريين بفعل التطورات الإقليمية. فما الذي لم تقله البيانات المتضاربة بين بغداد وواشنطن والمحاطة بالتباس وخلاف وضبابية في المواقف؟ هل أخفق العراق في إدراج انسحاب 2500 مستشار أمريكي على جدول أعمال اللجنة العسكرية المشتركة لإنهاء مهام التحالف؟ أم أن الولايات المتحدة انقلبت على الاتفاقات؟ أو أن ما يجري نتيجة حتمية تتعلق بقصف عين الأسد الأخير بعدما أسقط 5 جرحى وعبور خط التماس المتفق عليه مع الفصائل؟ لا إصابات ولا قتلى، وبالتالي انهيار المفاوضات والعودة إلى المربع الأول. وفي خضم سجال التصريحات والبيانات المتضاربة، يؤكد البنتاغون زيادة عدد قواته في المنطقة ل40,000 جندي بهدف تعزيز الردع ومنع توسع الحرب في الشرق الأوسط، وينفي أي حديث عن سحب قواته القتالية من الأراضي العراقية. وتلك حالة تخضع لمعادلة الربح والخسارة في الاستراتيجية الأمريكية التي استخدمت إلى المنطقة غواصة نووية وسربا من طائرات F-22 المتطورة وحاملة الطائرات. فالانسحاب وفق الرؤية الأمريكية يعني التخلي عن المصالح والتسليم للخصوم واختلال موازين القوى. وبالعودة إلى بدء الحوار الأمني بين واشنطن وبغداد مطلع 2024، ففي كانون الثاني أعلن العراق المضي باتفاق جدولة انسحاب القوات الأمريكية من العراق. وفي كانون الثاني أيضا أعلن الجيش الأمريكي إرسال 1500 جندي إضافي إلى سوريا والعراق في إطار عملية العزم الصلب، العملية التي لا يبدو أنها ستنتهي قريبا. في هذا الشأن قال محللون أن الحكومة هي من تحدد حاجة البلاد لوجود مستشارين وقوات أمريكية في العراق، مشيرين إلى احتمالية تعرض الوضع الأمني للخطر في حال خروج تلك القوات الموجودة بناء على طلب بغداد. العراق اليوم هو بحاجة إلى وجود مستشارين أو قوات أمريكية، هذا من يحدده هو القائد العام للقوات المسلحة الذي يمتلك يعني وزراء داخلية ودفاع ومستشارين عسكريين يمتلكون الخبرة والدراية والخطر الذي يتعرض العراق إذا انسحبت هذه القوات بغضب أو بزعل ليس بتراضي بين الطرفين. أنا أعتقد تواجد الأمريكان هو تواجد شرعي وقانوني ودستوري، لكن
ولكن من يحدد هو فقط القائد العام. ترغب الولايات المتحدة بالبقاء أو الإبقاء برضا الحكومة العراقية، تعطي هذه الرسائل إلى الدول المجاورة خصوصا إيران بأن الولايات المتحدة هي متمسكة بالتواجد العراقي. بغياب القوات الأمريكية سيكون الوضع الأمني في العراق في خطر. القوات الأمريكية هي جاءت بقرار من قبل الحكومة العراقية ولدينا اتفاق استراتيجي مع القوات الأمريكية، فبالتالي الحذر الموجود داخل العراق هو غير متوفر بالنسبة لي، ولا توجد هناك ضغوط على صاحب القرار الأمريكي. العراق يبذل جهودا من أجل أن لا يكون طرفا في الصراع، لكن على الولايات المتحدة أيضا أن تبذل هذه الجهود من أجل أن يكون العراق طرفا في الصراع. جدل كبير على مساعي تعديل قانون الأحوال الشخصية دفع منظمات حقوقية محلية ودولية إلى التحذير منه وتسليط الضوء على أبرز تلك التعديلات. من تلك المنظمات هيومن رايتس، التفاصيل نتابعها في هذا العرض. إذا أقر التعديل ستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي. منظمة هيومن رايتس ووتش تضع مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي تحت المجهر، وتؤكد في تقرير أصدرته أن البرلمان يسعى للسماح لمرجعيات دينية بدلا من قانون الدولة بتنظيم شؤون الزواج والميراث على حساب الحقوق الأساسية. ويضيف تقرير المنظمة الحقوقية أن التعديل المراد إجراؤه يشرع زواج الأطفال من الإناث في سن 9 ويعرضهن لمخاطر العنف الجنسي والجسدي وعواقب وخيمة على الصحة البدنية والنفسية والحرمان من التعليم والعمل. فالفتيات مكانهن في المدرسة والملعب بدل أن يرتدين فستان الزفاف. يتابع التقرير ويؤكد أن المقترح يشرع مشكلة زواج الأطفال الكبيرة والمتنامية في العراق بدلا من محاولة حل. وبحسب المنظمة الدولية فإن معدلات زواج الأطفال في العراق تحت سن 18 عاما ارتفعت خلال العقدين الماضيين إلى 28%، أما بعثة الأمم المتحدة في العراق يونمي فقد أحصت في وقت سابق 22% من الزيجات غير المسجلة لفتيات لم يبلغن 14 من العمر. وفيما يتعلق بتطبيق المدرسة الفقهية تبعا لمذهب الزوجة في مقترح تعديل القانون، ترى هيومن رايتس ووتش أن هذا الترتيب يكرس الطائفية في العراق ويقوض الحق في المساواة القانونية المنصوص عليه في المادة 14 من الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالمطلقات، تقول هيومن رايتس إذا طبق تعديل الأحوال الشخصية فستفقد النساء كثيرا من وسائل الحماية وبعض الحقوق في الميراث، كما أنه ينتهك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداوة التي صادق عليها العراق عام 86، وينتهك أيضا اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها بغداد عام 94. وخلص التقرير إلى أن تعديل قانون الأحوال الشخصية ينتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مطالبا أعضاء مجلس النواب برفض مساعي تجريد النساء والفتيات من الحمايات القانونية. وبخلاف ذلك فإن الأجيال الحالية والمستقبلية من النساء العراقيات ستظل مخنوقة بنظام قانوني أبوي قمعي بحسب المنظمة. في أخبار أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر أن العراق لم يسجل أي حالة إصابة بفيروس جدر القردة، مشيرا إلى عدم وجود علاج مباشر للفيروس لكن يمكن الشفاء منه. ذكر البدر في تصريح صحفي أن الفيروس ليس بجديد عالميا وهناك عدة بلدان سجلت إصابات فيه، مؤكدا أن الوزارة لديها ملاكات قادرة على تشخيصه وتتابع كافة المستجدات المتعلقة به من كتب. وكانت منظمة الصحة العالمية سجلت هذا العام أكثر من 500 وفاة و14 ألف إصابة حتى الآن في جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذه النشرة أيضا، شركات طيران كبرى تهجر أجواء العراق، تفاصيل هذا الملف بعد قليل.
التوتر الإقليمي وتداعياته في العراق له انعكاساته التي تظهر في مجالات وقطاعات مختلفة، منها الطيران المدني، إذ بدأت التأثيرات تظهر على حركة الملاحة الجوية في ظل تجنب شركات الطيران العالمية سماء العراق ومطاراته أحياناً. رائحة الخوف تشكل سحباً في سماء العراق لا تراها سوى شركات الطيران، فتحجم عن سمائه مخافة رد تلوح به طهران منذ مدة. لكن وزارة النقل العراقية تروي زاوية ثانية من القصة تحكي عن ملاحة طبيعية تدعمها السياحة الدينية في موسم الزيارة، على أن الخسائر والأرباح وحدها من يمكنها تحديد أي الصورتين أوضح. حمى التوتر في الشرق الأوسط ترتفع إلى عنان السماء، إذ يغلب الحذر على الملاحة الجوية في المنطقة من رد إيراني مرتقب وتحذيرات ترفعها طهران بوجه الكيان الصهيوني، وردة فعل متوقعة من الأخير في حال تعرضه لهجمات. أجواء النقل المدني في الشرق تشهد اضطرابا ما بين تأخير وتأجيل للرحلات وتغيير للمسارات تفاديا لنقاط الصراع في المنطقة. دول تضررت نتيجة لذلك ومنها العراق، إذ قدمت منظمات معنية بالطيران نصائح لشركات نقل عالمية بتفادي الأجواء العراقية والإيرانية عند تسيير الرحلات بين آسيا وأوروبا. رغم ذلك تتحدث وزارة النقل العراقية عن عدم تأثر البلاد حتى اللحظة بهجرة الشركات للمجال العراقي، إذ تشهد المطارات المحلية اكتظاظا وخصوصا خلال موسم الزيارات الدينية. الوضع بالنسبة للمطارات ما بيعي مشكلة، رحلاتنا مستمرة، أيضا الرحلات القادمة والمغادرة في مطار بغداد والمطارات الأخرى هي بشكل طبيعي تسير وما عندنا أي مشكلة بهذا الموضوع. وأيضا هنالك زيادة في عدد الرحلات القادمة خصوصا لمطار النجف الأشرف الدولي، حيث شهدت الأيام الماضية 50 رحلة لمطار النجف. مجموعة لوفنهانزا الألمانية للطيران مددت تجنبها المجال العراقي حتى 21 من الشهر الحالي، وينضوي تحتها مجموعة من خطوط الطيران الأوروبية، فيما غيرت بعض شركات الطيران توقيت رحلاتها تجنبا للمساء. فيما يخص الرحلات الخاصة طبعا الشركات باقية على رحلاتها، باستثناء أن الشركات القطرية كان هناك تغيير في موعد رحلاتها من المسائية إلى يعني أوقات النهار. لحد الآن لا يوجد هنالك أي مقاطعة بشكل مباشر. تشكو كثير من شركات السفر والسياحة المحلية من اضطراب الأجواء والتغير المستمر على توقيتات الرحلات في العراق والشرق الأوسط وما يترتب عليها من خسائر مادية. من بغداد، علي أسد، UTV. من جانبهم أكد أصحاب شركات سفر وسياحة في بغداد تأثر نشاط عملهم في موسمه السنوي جراء توقف الرحلات الجوية وتجيل بعضها بسبب الاضطراب الأمني في المنطقة. شركات سفر وسياحة احنا شغلنا في هذه الأوقات من السنة، لكن كل ساعة أو كل ساعتين يجينا تبليغ بأنه تأجيل رحلة الفلانية أو إلغاء الرحلة الفلانية، فبالتالي هذا الموضوع جدا دي يأثر على أرزاقنا ودي يأثر حتى على استخدام الأجواء العراقية، لأن تعرف هاي الأجواء العراقية تكون بفلوس وبها فائدة للدولة. فبالتالي العراق ما شاء الله صاير ساحة حرب في كل حروب تصيب المنطقة، أول الناس اللي تأثر به هو إحنا. يعني نؤمل إنه إن شاء الله بالفترة الجاية نخلص من هذا التوتر اللي صاير بالمنطقة، لأنه مو بس السياحة ولا فقط الطيران، وإنما أكثر الأعمال اليوم متأثرة، حتى التجارة بصورة عامة، الشحن اليوم الحاويات صارت أسعارها أضعاف، والسبب هو أنه الخوف الدخول من الجانب الإيراني. أكيد طبعا بهاي الفترة الحالية صارت كلش هواية رحلات اللغت، قمنا نضطر أنه إحنا لنحجز غير رحلات بأسعار يعني كلش أغلى. اضطرينا أكثر شيء بالنسبة لإسطنبول، رحلات تركيا، رحلات بيروت كلش هواي صار بها إلغاء. صرنا حاليا أنه يعني فنادق صرنا نحجز أكثر بسبب إلغاء الرحلات، والأسعار كلش صارت غالية بشكل يعني مبالغ به بالذات هاي الفترة الحالية. وسط انتشار السلاح وتزايد استخدامه، حذرت قيادة شرطة البصرة عناصرها من استعمال أسلحة الدولة في حل مشاكلهم العشائرية والعائلية، وفيما توعدتهم بالمحاسبة القانونية تسود قناعة شعبية بضعف سيطرة الداخلية على سلاح الفصائل المرتبطة بأحزاب سياسية نافذة لها تمثيل حكومي ونيابي.
في محاولة لتقييد استخدامه، حذرت شرطة البصرة هنا منتسبيها من استعمال سلاح الدولة في المشاجرات العشائرية والعائلية، وحصرت مهام الاستخدام في الواجبات الأمنية لا غير، فيما توعدت بمساءلة حائزي الأسلحة الشخصية غير المرخصة بعد انتهاء فترة تسجيلها نهاية العام الجاري. إن السلاح الذي يسلم لرجل الشرطة هو الاستخدام في الواجب فقط وليس في المشاجرات أو استخدامه عائليا أو عشائريا، فإن المنتسب يحاسب حاله حال المواطن. القانون يطبق على الكل، هناك قانون الأسلحة النافذ بالوقت الحاضر، في حالة عدم تسليم وتسجيل السلاح بعد فترة 31/12/2024 يتعرض إلى كل حائز على سلاح بدون إجازة أو رخصة إلى المساءلة القانونية وفق القانون. هذا الإجراء جاء على خلفية تسجيل حالات لاستخدام أفراد في الأجهزة الأمنية أسلحة الدولة في الخلافات الاجتماعية والعشائرية، غير أن المشكلة التي تبدو عصية على الحل هو قيام أشخاص منتمين لأحزاب وفصائل بالاستقواء بسلاح تلك الجهات في المشاجرات لتسوية خلافاتهم، وإن حدث وسقط ضحايا خلالها فإنهم يحتمون بعشائرهم. من يفزع الناس؟ الناس لو يا تفزع باسم الحزم باسم الميليشيات، ما تفزع ويا باسم عشيرة، لكن بالنتيجة بالأخير تسمع شيخ العشيرة والله أنا عندي طلابة، يا بنت عندك طلابة من رحت هديت أو رميت أو قتلت أو ليش ما خبرتني؟ ليش اتجهت الحزب مالتك؟ ليش اتجهت الميليشيات مالتك؟ هذا الحكي موجود. رسميا أعلنت بعض العشائر براءتها من الأشخاص الذين يستخدمون السلاح تحت عناوين حزبية، مؤكدة أن مثل هؤلاء لن تطالهم حمايتها لكون العشيرة لا تتحمل مسؤولية تصرفاتهم التي تحركها غايات سياسية. العرف العشائري أن العشيرة لا تتحمل مسؤولية كل شخص له ارتباط سياسي يستخدم صفته السياسية بصفة القوة، يعني مستخدم السلاح تحت العنوان السياسي. قد تنجح الشرطة في كبح جماح سلاح عناصرها إن أرادوا استخدامه في غير محله، بيد أنها ستواجه تحديات في السيطرة على سلاح الأحزاب والفصائل وهو المحمي بسلطة نفوذ قادتها المهيمنين على مؤسسات الدولة بحسب مراقبين. سعد قصي، UTV، محافظة البصرة. بعد أن ضرب الجفاف جزءا من آبار أربيل وحدوث أزمة مياه تأثرت بها بعض أحياء المدينة، أعلنت السلطات أنها تحاول توفير المياه من خلال ضخ 60,000 متر مكعب يوميا إلى الأحياء السكنية لتغطية الطلب. 1400 بئر ارتوازية لا تروي عطش أربيل، أزمة أدت إلى عدم وصول المياه إلى بعض المنازل في أحياء عاصمة الإقليم. موسم الجفاف الذي يضرب البلاد بشكل عام سبب رئيس للأزمة، فضلا عن الانخفاض الحاد في مناسيب مياه الزاب، الأزمة اضطرت بعض السكان إلى شراء المياه. والله مو زين، يعني كلش مو زين، مو بس مو زين بس ما أعرف يعني احنا شو نسوي، تنكر واحد 80 اللي فيجي يقول لازم تنتظر يومين، عالم شلون عايش ما أعرف. استخدام السكان مبردات الهواء لمواجهة حر الصيف الشديد فاقم الأزمة، فهذه المبردة الكلاسيكية التي يلجأ إليها لنقص الطاقة تستهلك كميات كبيرة جدا من المياه. الجهات المعنية تحركت بشكل عاجل لتدارك الأمر، وتمكنت بعد صيانة وتوسعة أنابيب رئيسية من زيادة الكميات الواصلة إلى أحياء المدينة بنحو 60,000 متر مكعب يوميا، خطوة ساهمت في زيادة إمدادات المياه. أو تنكره والله كنت لا أستطيع أن أغطي كل طلبات شراء المياه لكثرتها، هناك مشاريع توسع وصيانة في محطات مياه أربيل قللت الأزمة وقللت من تجارة المياه. بعض الأحياء في أربيل حصتها من المياه مقننة ومحددة ببضع ساعات يومياً، الاستثمارات العقارية الهائلة وبناء عشرات المجمعات السكانية الجديدة كل عام تضاعف المسؤولية في إدارة ملف المياه وضمان وصوله إلى جميع السكان في أربيل. مشرق المنصور، أربيل، UTV.
أيضا مضخات إسبانية وصينية نصبها العراق في بحيرة ثرثار الوصول إلى الخزين الميت. مهندسو الموارد المائية بدأوا بتطوير منظومة لسحبه وزيادة تصاريف وضخها صوب الفرات لتزويد 6 محافظات جنوبية وتقليل الضغط على تصاريف سد حديثة. ها هي أمواج بحيرة الثرثار وقد اغترف ظمأنة ماء دجلة الذي غمر أجزاء منها إلى مستوى إبقائها على قيد الصمود. البحيرة التي أنشئت قبل 6 عقود كمنخفض لخزن 85 مليار متر مكعب من المياه بارتفاع يصل إلى 65 مترا عن مستوى سطح البحر انخفضت إلى ثلثي الارتفاع بسبب شح المياه. المنخفضات العميقة منها تشكل خزينا ميتا للمياه. بدأ مهندسو الموارد المائية بتطوير منظومة لسحبه وزيادة التصاريف وضخها صوب الفرات. تم تعزيز المشروع بمضخات إسبانية تصريف الواحدة من 4 متر مكعب والهيد مالته 8 متر، 25 مضخة بتعطيني 100 متر مكعب، إضافة إلى 10 مضخات الإضافية الصينية، ليصبح المجموع الكامل لتصريف المحطة عند تشغيل المحطة بصورة كاملة يعود 150 متر مكعب. المنظومة الجديدة تمثل تحديثاً لمعدات تجربة سابقة كانت تعتمد على الديزلات. نجاح الفكرة الجديدة تطلب معدات وتياراً مستقراً عبر مد خط 132 كيفي. تقليل تكاليف الوقود وأيضاً التصريف يكون ثابت من المضخات الكهربائية عكس المضخات الديزل، التصريف متذبذب حسب سرعة المضخة وحسب الوقود المستخدم، ولكن التصريف في المضخات الكهربائية يكون تصريف ثابت والحمد لله العمل كمل خط الكهرباء. يرفع هذا المشروع العبء الواقع على عاتق تصاريف سد حديثة شمال الفرات. أكثر من 22 مترا انخفض من منسوب مياه بحيرة الثرثار عن النسبة الخزنية والبالغة 85 مليار متر مكعب. مشروع المضخات العائمة يشكل خطوة جديدة تنجح في إيصال المياه إلى 6 محافظات جنوبية. نبيل عزامي UTV الأنبار. أكثر من 300 صندوق بريد ما تزال تحمل رسائل المواطنين وأماناتهم من بابل وإليها. خدمة اختفت في العراق لكنها ما تزال فعالة في بابل ومحببة عند الناس الذين يجدون فيها طريقة آمنة وجميلة. قد يكون التطور التكنولوجي والتقني أفقدنا كثيرا من الخدمات الورقية التي كانت ذات طابع جمالي يحب المواطن ممارستها في سنوات مضت. ومن هذه الخدمات خدمة البريد وصناديق البريد، ففي بابل ما يزال المواطنون يمارسون هذه الخدمة بإرسال الطرود والرزم الورقية داخل وخارج العراق ويحتفظون بصناديق بريدهم منذ سنوات. عندنا شغالات 353 صندوق من بداية السنة لحد الآن، عندنا شركات وعندنا مواطنين وعندنا دوائر دولة. المواطنين الإيجار مالتهم 25 بالسنة، الشركات لا 225، الحكومية لا 75 بالسنة. اكو طرود واكو رزم عادية ومسجلة، الجايتنا من الخارج واللي طلع منا همات اي، فهو يجينا طرود وبالاخص الرزم كوما كل سنة يجي عندنا من 7/1 لحد 15/2 تجديد الصناديق، إذا انتهى 15/2 لا يبدي فتح جديد. الخدمات المقدمة إضافة إلى إرسال الطرود وغيرها، خدمة دفاتر توفير الأموال الموزعة على أكثر من 20 مكتبا في عموم محافظة بابل. أما عن حجز رقم بريدي فقد أصبح إلكترونيا لتسهيل عملية الحجز بدل روتين الحضور والتسجيل. ضم توفير اللي هي دفاتر توفير البريد، إيداعات حصص المواطنين من نقد موجود في دفاترهم البريدية، وهي معممة على حدود 20 مكتب داخل محافظة بابل. كانت قبل العفو خدمة ورقية على الورق أفتح لك صندوق بريد، أما هذا صارت إلكترونية، يعني أنت حضرتك تيجي نفتح لك صندوق بريد نعطيك بي باركود وتكمل العملية هذه بأنه تسوي عملية المد الـ IQ بهيئة الإعلام والاتصال. إضافة إلى ذلك
ما تزال خدمة إرسال الطرود والرسائل متوافرة حتى خارج العراق وبطرق آمنة تحفظ سرية المحتوى وسرعة التوصيل، معتمدا على الأوزان وبأجور رمزية تنافس الإرسال من خلال الشركات الخاصة. أصبحت مراسلات المواطنين عن طريق صندوق البريد في العراق نادرة أو اختفت في كثير من المدن، لكنها في بابل ما تزال محببة لكثير من المواطنين الذين يجدونها أمينة وتتمتع بالجمالية كذلك. من محافظة بابل، حيدر الشلبي، يو تي في. ختام النشرة، شكرا للمتابعة.